يقول إنني أحب صيام الست نسوان، ولكن هذه السنة ظروف العمل لم تمكنني من ذلك، فهل علي أن أطعم عن كل يوم المسكين أم ماذا أفعل؟ صيام ستة أيام من شوال سنة ليست واجبة، من فعلها فله أجر، ومن تركها فلا حرج عليه ولا يشرع له إطعام بدلا منها. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان فأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. صوم رمضان هذا فرض وركن من أركان الإسلام، أما صوم الست من شوال فإنه تطوع، وهذا موجود في كثير من الفرائض، أن الله شرع بعدها تطوعا، صلاة مثلا بعدها تطوع، الزكاة أيضا لها تطوع، وصدقة الصدقة المستحبة، فكل عبادة أو في الجملة من العبادات الواجبة إلى جانبها تطوع من جنسها. وذلك والله أعلم من أجل إكمال ما يحصل في فريضة من الحلم، فإن هذا التطوع يجبر ما يحصل في الفرائض من النقص. جزاكم الله خيرا.